السلام عليكم. كما عودتكم دائما نهار الجمعة تنديروا دائما فيديو ديال الترتيب، ودائما في هذا الفيديو هذا اما تنديروا افضل حاجة ولا اسوأ حاجة. وفي هذا الفيديو هذا بالضبط غادي نديروا اشهر 16 فريق في البطولة الوطنية. وفي هذا الفيديو هذا الاخوان غادي نعتمدوا على اشهر فرق في البطولة الوطنية، وغادي نعتمدوا غير على جوج مواقع التواصل الاجتماعي اللي كاينين عندهم حاليا، وغادي نعتمدوا على فيسبوك وانستغرام، وغادي نجمعوا بيناتهم غادي نشوفوا اشهر فرق في البطولة الوطنية. ويلا اخوان اذا كنتم مستعدين قبل ما نمشيو نبداو الفيديو، الفيديو ديال السيمانه اللي دازت بالضبط ديال افضل 7 ديال التيشيرتات في البطوله الوطنيه، تبارك الله ديك الفيديو هذاك وصلته ل 14000 لايك. وفي هذا الفيديو هذا الاخوان بغيت نشوف على الاقل 5000 لايك. واهم حاجه الاخوان ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو ونبداو. نبداو الاخوان برتبه 16 وبالضبط من اتحاد تواركا. اتحاد تواركا حاليا عنده في فيسبوك تقريبا 10000 فولورز، ومن ناحيه الانستغرام عندهم يلا 174 فولورز، يعني بالمجموع الاخوان عندهم 10174 فولورز. وبالمناسبه الاخوان اتحاد تواركا راه مازال خاصو يخدم على المواقع الاجتماعيه، راه ما يمكنش الاخوان فارق في القسم الاول من البطوله الوطنيه ويلا عنده 10000 فولورز. نمشيو دابا الاخوان الرتبه 15، ولكن في الرتبه 15 هو فريق شباب السوالم، واللي عنده الاخوان في فيسبوك حاليا 47000 فولورز، وبالمقابل الاخوان في انستغرام عنده 446 فولورز، وبالمجموع الاخوان عندهم 74446 فولورز. يعني هذا الفريق هذا بدا تيبني راسه من ناحيه المواقع الاجتماعيه في المغرب. نمشيو دابا الاخوان رتبه 14 وبالضبط الفريق اولمبيك خريبكا. فريق اولمبيك خريبكا عنده حاليا فيسبوك 80000 فولورز، بالمقابل في الانستغرام عنده 17300 فولورز، يعني بالمجموع الاخوان عندهم 97600 فولورز. وهذا الرقم هذا الاخوان محترم، ولكن فريق اولمبيك خريبكا خاصو يكون عنده اكثر من هاد الارقام هادو، وخصوصا هاد الفريق هذا هو الوحيد في خريبكا، وزيد على هادشي هاد الفريق هذا راه من اجيال وتلعب في البطوله الوطنيه. وبكل صراحه فريق اولمبيك خريبكا راه ما تيستاهلش هاد الرتبه 14. نمشيو دابا الاخوان الرتبه 13 وبالضبط الفريق ملوديه وجده. ملوديه وجده عندهم حاليا فيسبوك تقريبا 81000 فولورز، وفي المقابل الاخوان في الانستغرام عندهم 32800 فولورز، يعني الاخوان بالمجموع عندهم 113800 فولورز. نمشيو دابا الاخوان الرتبه 12 وبالضبط الفريق اولمبيك اسفي. فريق اولمبيك اسفي عندهم فيسبوك حاليا 84000 فولورز، ومن ناحيه انستغرام الاخوان عييت مثلا قلب على الباج اوفيسي ديالهم ما لقيتهاش، ولكن تتوقع الاخوان يمكن يكون عندهم تقريبا 30000 فولورز. وهذا الرقم هذا الاخوان عطيته غير تقريبا ماشي 100%، يعني بالمجموع الاخوان 114000 فولورز. نمشيو دابا الاخوان رتبه 11 وبالضبط الدفاع الحسني الجديدي. فريق الدفاع الحسني الجديدي عندهم فيسبوك حاليا 128000 فولورز، اما من ناحيه الانستغرام عندهم يلا 18300 فولورز، يعني بالمجموع الاخوان عندهم 146300 فولورز. ومن ناحيه فريق الدفاع الحسني الجديدي الاخوان خاصو يخدم على انستغرام مزيان. نمشيو دابا الاخوان الرتبه 10 وبالضبط الفريق شباب المحمديه. فريق شباب المحمديه عندهم حاليا 231000 فولورز فيسبوك، ومن ناحيه انستغرام الاخوان عندهم 38000 فولورز، يعني في المجموع عندهم الاخوان 269000 فولورز. وبالمناسبه الاخوان فريق شباب المحمديه هو اكثر فريق اللي عرف يخدم على الفيسبوك ديالو، يعني الاخوان هذا الفريق هذا من دوزيام سيري البروميان سيري حقق هذه الارقام كلهم. نمشيو دابا الاخوان الرتبه 9 وبالضبط الفريق نهضه بركان. فريق نهضه بركان عندهم حاليا فيسبوك 183000 فولورز، ومن ناحيه الانستغرام الاخوان عندهم 108000 فولورز، يعني بالمجموع الاخوان 291000 فولورز. وبالمناسبه الاخوان فريق نهضه بركان دابا بين احسن فرق في البطوله الوطنيه، وتتوقع الاخوان هاد الارقام هادو راه قلالين بالمقابل ديال نهضه بركان، اللي تتوقع الاخوان خاص على الاقل يكون عندهم تقريبا 400000 فولورز. نمشيو دابا الاخوان الرتبه الثامنه وبالضبط الفريق حسنيه اكادير. فريق حسنيه اكادير حاليا عندهم فيسبوك تقريبا 256000 فولورز، اما من ناحيه الانستغرام الاخوان عندهم 68000 فولورز، يعني بالمجموع الاخوان عندهم 324000 فولورز. وحتى فريق حسنيه اكادير الاخوان خاصو يزيد يخدم شويه على الانستغرام ديالو. نمشيو دابا الاخوان الرتبه السابعه وبالضبط الفريق الجيش الملكي. فريق الجيش الملكي حاليا عنده فيسبوك تقريبا 269000 فولورز، وفي المقابل في الانستغرام ديالو عنده 91200 فولورز، وهاد الارقام هادو راه متوسطه بزاف فريق بحال الجيش الملكي. نمشيو دابا الاخوان الرتبه السادسه وبالضبط الفريق فتح الرباطي. وتصوروا الاخوان فريق الفتح الرباطي راه فايت الجيش الملكي من ناحيه لي فولورز. فريق الفتح الرباطي عندهم فيسبوك تقريبا 290000 فولورز، ومن ناحيه الانستغرام حاليا عندهم 68600 فولورز، والمجموع ديالهم الاخوان هو 360600 فولورز. نمشيو دابا الاخوان الرتبه الخامسه وبالضبط الفريق المغرب الفاسي. فريق المغرب الفاسي حاليا عندهم فيسبوك 366000 فولورز، اما من ناحيه الانستغرام ديالهم عندهم
عندهم 117,000 فولوورز، يعني بالمجموع الاخوان 483,000 فولوورز. ومن ناحيه المغرب الفاسيس نشوف الاخوان نص نص، غادي هو هذا. نمشيو دابا الاخوان الرتبه الرابعه وبالضبط لفريق اتحاد طنجه. فريق اتحاد طنجه حاليا عندهم فيسبوك 422,000 فولوورز، وبالمقابل في انستغرام عندهم 180,000 فولوورز، يعني بالمجموع الاخوان 600,000 فولوورز. وتبارك الله فريق اتحاد طنجه تيستاهل هذه الرتبه الرابعه. نمشيو دابا الاخوان الرتبه الثالثه وبالضبط لفريق المغرب التطواني. فريق المغرب التطواني حاليا عنده فيسبوك 950,000 فولوورز، وبالمقابل الباج الوحيده اللي طلعت لي في انستغرام لقيت فيها 51,000 فولوورز، يعني بالمجموع الاخوان 1,000,000 فولوورز. وتبارك الله الاخوان الاداره ديال المغرب التطواني عرفوا كيفاش يوصلوا الفريق ديالهم في المواقع التواصل الاجتماعي. نمشيو دابا الاخوان الرتبه الثانيه وبالضبط لفريق الوداد. فريق الوداد حاليا عندهم 2,300,000 فولوورز، وبالمقابل الاخوان في انستغرام عندهم 1,100,000 فولوورز، يعني بالمجموع الاخوان 3,400,000 فولوورز. واحد النقطه الاخوان فريق الوداد والاداره ديال الوداد راه كاع ما تيخدموا على الباج ديالهم، يعني مثلا تيحطوا لك بوست في هذا النهار هذا ما غادي يعاودوا يحطوا بوست لاخر ثمن هنا سيمانه ولا جوج سيمانات، وهذه النقطه الاخوان راه سلبيه. نمشيو دابا الاخوان الرتبه الاولى بكل جداره واستحقاق، واللي فيها بطبيعه الحال فريق رجاء البيضاوي. فريق الرجاء حاليا عندهم فيسبوك 5,300,000 فولوورز، وبالمقابل في انستغرام الاخوان عندهم 2,300,000 فولوورز، يعني بالمجموع الاخوان حاليا عندهم 7,600,000 فولوورز. وهذا العدد هذا الاخوان راه ماشي ساهل نهائيا راه توصل ليه، ولكن الاخوان بكل صراحه فريق الرجاء دائما تيخدم على الباج ديالو ودائما تيبقى يحطوا جديد الاخبار وزائد التصاور ديال اللعابه، وهذه النقطه هذه الاخوان راه ايجابيه باش ترفع المعنويات ديال اللاعبين. المهم الاخوان في الاخير هادو هما احسن 16 فريق شهره في المغرب. وفي الاخوان اذا عجبتكم الحلقه ما تنساوش ديروا لنا لايك وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. وفي الاخوان كان معكم حفيظ وتهلاو.